عنت بن عبد الله رئيس التحرير بجريدة صحافة مختصر في الشأن الاقتصادي وباحثة في المجال الاقتصادي. سيدة جنات، إذا أصدر مؤخرا هذا المؤلف قمت بتأليفه، لو كان تعطينا فكرة حول هذا الكتاب. هو محاولة لإعطاء أو تسليط الأضواء على القطاع السمعي البصري في تونس من زاوية اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وبالتحديد اتفاق العام لتجارة الخدمات واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، لسائل أن يتساءل ما العلاقة بين القطاع السمعي البصري والمجال الاقتصادي وخاصة التجارة الدولية. العلاقة وطيدة جدا باعتبار أن المنتوج السمعي البصري صنف ضمن خانة كسلعة، وبالتالي هذا المنتوج أو المصنف السمعي البصري لابد أن يخضع إلى جميع الاتفاقيات التي يخضع لها أي سلعة أو أي بضاعة. صحيح أن الصراع لا زال قائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حول خصوصية هذا المنتوج، ولكن تم الاتفاق على اعتبار هذا المنتوج هو سلعة، وبالتالي يخضع لقانون السوق وكل الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية. كيف لسان تسأل أين الخطورة في ذلك عندما نحتكم إلى هذه الاتفاقيات؟ الخطورة كون المنتوج السمعي البصري هو منتوج ذو خصوصية ثقافية، أي يحمل بين طياته مسألة الهوية ومسألة السيادة الوطنية. عندما نقول المنتوج السمعي البصري، المنتوج السمعي البصري يعني كل المصنفات الأدبية، كل ما يقع بثه عبر الإذاعة، عبر التلفزيون، التسجيلات الصوتية، يعني هنا يمكن أن يكون محمل لثقافة معينة. هو محمل، وش ربما هو مؤكد أنه يوجه لثقافة، يعني تكتب مقال، يعني إذا كان جينا بث من وسيلة أوروبية لدولة عربية في إطار التنمية هي محملة لثقافة يجب أن أو يمكن أن نجدها بعد ذلك في ذلك البلد النامي. هو يعني اللي قلت كله صحيح. أما تقولي أنت شنو الخطورة يعني أو أبعاد ذلك، يعني أنت اليوم تقول هو كسلعة، إذن أنت فتحت له كل الأسواق باش هو يدخل. وكيف يدخل لبلد، يعني كيف يخرج من بلد إلى بلد آخر، هو يحمل بين طياته تلك الحضارة وتلك الهوية وكل الأبعاد السياسية الموجودة والرسائل السياسية اللي تحب. يعني ما هوش ناطق، ما هوش محايد. المنتوج السمعي البصري ما هوش منتوج وعنده تأثير على الواقع اللي بيش يستهلكو. بالطبع هيك علاش الشركات الأمريكية تلعب على الإشهار وتلعب على السينما وتلعب على التسجيلات الصوتية، تلعب على الدي في دي، على الفيديو، تلعب على كل يعني المنتوجات هذه لإبلاغ الأفكار متاحة. يعني إحنا اليوم كيف الكلهم يحبوا يعملوا نمط مجتمعي متقارب. النمط المجتمعي المتقارب كيفاش يتبنى عبر هذا المنتوج السمعي البصري. وأيضا يعني المنتوج السمعي البصري يعني هو النص المصنف الفكري والأدبي. أهمية الكتاب هذا كونه يكشف هذه الخفايا. احنا اليوم بفضل الثورة التكنولوجية والعولمة اللي هي خدمتها، يعني الثورة التكنولوجية خدمة ظاهرة العولمة، نقول كونه العالم أصبح قرية واحدة. الناس كي تسمع كلمة قرية واحدة تمشي في ذهنها كونه البعد الجغرافي فقط، بينما العولمة ما هيش الأبعاد بتاعها ما هيش جغرافية. يعني أنا يمكن أقول العالم قرية واحدة، يعني أنا كطرف خارجي نجم ندخل للفضاء هذاك وأتمتع بكل الامتيازات وبكل الحقوق اللي تتمتع بها المواطن متاع القرية هذيك. أنا كمستثمر أجنبي نجم ننتصب ونجم نعمل النشاط متاعي ونجم يعني نتمتع بكل الامتيازات اللي يتمتع بها البلد، يعني المواطن هذاك. وبالتالي كنقولوا قرية واحدة يعني حق الاستغلال وحق التمتع بكل الميزات التفاضلية يتمتع بها الأجنبي، وهوني تجي الهيمنة.
يعني الاتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة هي قننت للعولمة وقننت احنا بمفهومنا احنا نقولوا الاستعمار الجديد. علاش استعمار جديد؟ خاطر احنا عندنا هوية عندنا تاريخ، وبالتالي اذا كان يجيك واحد براني باش يفتك لك الهوية متاعك احنا نسميه هذاك استعمار. الاستعمار ما عادش استعمار يعني مادي فقط، ولكن هو الاستعمار عبر الفكر، عبر المنتوج السمعي البصري اللي من خلاله تتشكل النمط المجتمعي الموحد. وبالتالي المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات اللي جات بها هي نحو توحيد نمط المجتمع العالمي، وفي داخل هذه القرية الصغيرة اللي الثورة التكنولوجية صحيح لعبت دور، ولكن جاءت أحكام اتفاقية أحكام المنظمة العالمية للتجارة لتقنين هذه العولمة. هذه العولمة واليوم كيف المستثمر الأجنبي يدخل التراب التونسي هو يتمتع، الأجنبي يتمتع بكل يعني هو يسمى بالمعاملة الوطنية، يتمتع بكل المعاملات والحقوق اللي يتمتع بها المواطن اللي في البلد هذاك. إذن أهمية القطاع السمعي البصري من منظور اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة تعطيك هذه النظرة الأوسع للقطاع، والتحديات المطروحة عليه. ثم تحدي آخر ما تعرفتش ليه هي مسألة التصنيف، تصنيف القطاع السمعي البصري. ما المقصود وأين تكمن أهمية التصنيف؟ أهمية التصنيف تكمن كون تعرف المنتوج السمعي البصري حسب المعايير المتفق عليها في سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة. وهذه شو بتتسهل؟ هذه تسهل عملية التفاوض على المستوى الدولي. تعرفوا كون أنتم قطاع الخدمات هو أيضا دخل في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والمفاوضات بين تونس والمنظمة العالمية للتجارة في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف. وبالتالي تحرير هذا القطاع بما معناه فتح هذا القطاع للقطاع للاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الخاص الأجنبي يخضع إلى عديد الضغوطات، وفيه من الخصوصية اللي لابد أن يعرفها المسؤول السياسي في تونس. واليوم كي نحكيه على المرسوم 116 المتعلق بالإنتاج السمعي أو بالمتعلق بالإعلام السمعي البصري، ضروري جدا أن نشير في هذا المرسوم إلى اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أي اتفاق العام لتجارة الخدمات واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة للمنظمة العالمية للتجارة، التنصيص عليها في هذا المرسوم باعتبار أن تونس صادقت على هذه الاتفاقيات. وعلى هذا الأساس لابد أن يتطابق كل الأطر القانونية المتعلقة بهذا القطاع بهذه الاتفاقيات، وإلا تفرض على تونس مراجعة هذه القوانين في اتجاه أقلمتها واستجابتها لأحكام هذه الاتفاقيات. وما ينقصنا اليوم في المرسوم 116 هو أنه عند تعريفه يعني التنصيص أولا على هذه الاتفاقيات، وما لاحظناه هو عندما عرف المصنف أو عرف المنتوج السمعي أو عرف البث الإذاعي أو الإرسال الإذاعي والتلفزي لم يحتكم إلى هذه الاتفاقيات، بينما هي اتفاقيات دولية ولا بد من احترامها حتى عند التنصيص على المصطلحات المتعلقة بالقطاع.